أهلاً بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. انتشر فيديو جديد للثنائي هاندا أرتشل وحبيبها هاكان سبانجي وهما يتبادلان القبل في عطلتهما في بالي أثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية سوياً. وعلقت الصحافة على هذا الفيديو: بينما كان الجميع يصورون بهاتفهم، دخلت هاندا وهاكان السنة الجديدة بقبلة رومانسية. كما ونشرت هاندا عدد من الصور والفيديوهات خلال استمتاعها بالعطلة مع حبيبها هاكان سبانجي في بالي. لنشاهد هذه الصور والفيديوهات معاً.